رغم الأخطار اللي واجهت جمعية رهبات مار يوسف الظهور، تعرضوا لصعوبات كانت أقوى، مثل الخلافات اللي حصلت بين الأم إيميلي ومطران الجزائر دو بيش اللي رفض انتشار هالجمعية خارج أبرشيتو وصايتو. Malheureusement, quelques temps après son arrivée, on a nommé un évêque en Algérie. Et cet évêque, c'était le premier, il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Et cet évêque, il avait son idée de la mission et ce n'était pas la même que celle d'Émilie. Émilie, elle ne voulait pas convertir les musulmans, elle voulait les servir. Mais lui, l'évêque, il voulait les convertir et alors ils n'ont pas été d'accord. كانت الأم إيميلي كل ما تعرضت لمحن تتطلع صوب مدينة ألبي ويرتسم أمام عيونها حدائق الزهور والأنهار الصافي والناس النشيطين المؤمنين، وعلى رأسهم صديق المطران دو غوالي يلي انتهت وساطته بينه وبين المطران دو بيش بالفشل. وبلغ تناقض النتيجة والسبب ذروة المأساة مع صدور أوامر من الحكومة الجزائرية لرهبات الظهور بالانسحاب من الجزائر ب 23 تشرين الثاني سنة 1842 الساعة 6 المساء. وصباح اليوم التالي تركت الأم إيميلي أرض الجزائر بعد ما دفنت بها الأرض أضخم ثروة محبة بتفتخر فيها الإنسانية. وبتموز 1846 اعترف المطران دو بيش بفداحة الخطأ وكتب رسالة اعتذار من الأم إيميلي، وفور قراءتها الرسالة مزقتها وقالت لرفقاتها: برفض شوف أحد أمراء الكنيسة بيتواضع قدام راهبة مثلي. ومع عودتها لجاياك أصيبت بصدمة بسبب انتقاد الناس، وصارت هالصدمة تقوى كون الأخت بولين المسؤولة عن أموال الدير بجاياك تعرضت للاحتيال، وصارت خزينة الدير فارغة ووقعت تحت ديون كبيرة، وبلش أصحاب الدين يطالبوا بأموالهم، وزاد الطين بلة وفاة والدها وأصدقائها لأب نيرسيه خور الرعية والمطران دو غوالي، واضطرت تتخلى عن مركزها بجاياك كأنها عم تتخلى عن قلبها اللي تعلق بها المدينة وطنها الصغير. سنة 1847 استقبلت مدينة تولوز الفرنسية جماعة راهبات الأم إيميلي كأنه النعاش بدون صوف، وكانت إيميلي مجبرة للامتثال بانتظام أمام المحكمة للدفاع عن مصالح الراهبات. لكن قرار المحكمة ضاعف الخيبة والإفلاس، وكانت تتردد على كنيسة سانت إتيان للصلاة وطلب مساعدة يسوع. بهالكنيسة بالذات وبعد وفاتها ظهرت القديسة إيميلي على بنت خيا أوغستا هي وعم تصلي على جرن المي المقدس. بعد الإفلاس اضطروا الرهبات يطلبوا لقمة الأكل من مركز سيدة الشفقة حتى يقدروا يعيشوا. لكن رغم هالمآسي وبتأثير نجاح الأعمال الإنسانية بالخارج كان إيمانهم عم بزيد، وضمت الجمعية لصفوفها 150 دعوة ترهب، وبلشت عيونهم تتطلع على إرساليات جديدة وألمهم ما يكون لهالجمعية مركز كبير بالوطن الأم. واتجهت أنظارهم صوب مرسيليا هالمدينة الواقعة على الشط، وعلى رأس أبرشيتها سيادة المطران دو مازونو اللي كان شعاره انتشار المرسلين بالعالم كله. ولما قصدته الأم إيميلي سنة 1852 استقبلها بإكبار واحترام وقدم لها كل مساعدة وعطف، وجعل أمامها مرفق المدينة منطلق للرحلات الإرسالية ذهابا وإيابا. حتى
استطاعت الجمعية تباعاً تأسيس دير مركزي وبيوت للعجزة ومدارس عامرة بالطالبات، بالإضافة لدعوات الترهب. حتى صارت مرسيليا بعيون الرهبات فردوس الله على الأرض. ولما بلغ عمر الأم إيميلي 58 سنة بلشت تتفاعل بجسدها مقاس التعب. آب سنة 1856 حست بألم حاد أجبرها على ملازمة الفراش وبين على وجهها ملامح الضعف. بسرعة انتشر الخوف بقلوب إخوات الرهبات لأنهم كانوا يعتبروها مرجعهم الآمن. وبعد يومين بـ 24 آب سنة 1856 طلعت برفقاتها وقالت لهم: بترك الخير والرحمة أمانة بقلوبكن لكل الناس بدون تمييز. بين أصواتكن عم بسمع صوت يسوع بيندهلي. انتهى مشوارك على الأرض تيبتدي بالسماء. وغمضت عيونها عن هالدني. ولما انتشر خبر موتها بمرسيليا ارتفع صوت واحد: ماتت القديسة. عند إخوات الرهبات بقدر ما ألهب عندهم الحماس والاندفاع لمتابعة الرسالة. ولو حاولنا نرافق الأم إيميلي ورفقاتها بمشوارنا المقدس نختصر بإعجاب هالإنجازات. خلال 21 سنة أسست الأم إيميلي بالعالم 42 مركز. وبعد وفاتها أكملت الجمعية الرسالة وأسست المراكز على امتداد القارات الخمس.